اهلا وسهلا بكم متتبعي قناه شوف تي في في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من منطقه الرحمه. شوف تشوفوا معنا هذه الحاله تشوفوا معنا بالضبط هذه الحاله هذه ديال الطريق. جوالي بجوج جميع السائقين من الطابسين الطاكسيات والمطار الحمد لله اليوم مشينا الشتاء حيت ملي تكون الشتاء تقريبا طايح تتحبس بالغيس متتبعي قناة شوف تي في اللي راه تلحقوا بنا في هذه اللحظات. هذا مباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من طريق الرحمة اللي هي في واحد الحالة كارثية والسائقين كيتكافسوا في هذه الطريق هذه. نتمنوا من الناس انهم يبارطاجيو باش توصل رسالة للمسؤولين على مدينة الدار البيضاء. كاينين بعض البلايص اللي فهاد الطريق هادي اللي ما فيهمش الضوء فيهم واحد الانعدام كلي ديال الاناره زائد الحاله ديال الطريق هادشي هذا اللي تسبب في حوادث سير خطيره. هاد الجانب هذا كاين واحد الانعدام كلي ديال الاناره لدرجه ان هاد الشاحنات ديال الاشغال ما تيبانوش الله يحفظ يقدر يدخل فيهم شي واحد الا حتى الحاله ديال الطريق ما تتمكنش الانسان انه يصور بواحد الطريقه مزيانه. إذن متتبعي قناة شوف تي في هذا مباشر من مدينة الدار البيضاء تنوصلوا لكم الوضعية اللي فيها طريق الرحمة اللي هي في واحد الحالة كارثية والسائقين تيتمحلوا بزاف خاصة الناس اللي ساكنين في الرحمة وخدامين في السونطافيل أو اللي ساكنين خدامين في منطقة أخرى اللي تيضطروا أنهم يشوفوا في هذا الطريق هذي بالصباح ويرجعوا بالليل. بالليل عارفين واحد الانعدام ديال الإنارة وكذلك تيكون واحد الاختناق موري بسبب هاد الحالة الكارثية. ونتمناو من الناس انهم يبارطاجيو هاد المباشر باش توصل رسالة للناس المسؤولين على مدينة الدار البيضاء.
لان تتابع قناه شوف تي في اللي تابعوا من هذا الباشين. نتمنى انهم يبارطاجيو باش توصل رساله للمسؤولين ديال مدينه الدار البيضاء، لان السائقين كيتنافسوا بزاف في هذه الطريق هذه المؤديه الله يرحمها، نظرا للحاله الكارثيه ديالها، لا من خلال الطريق ولا من خلال بعض الاماكن اللي ما فيهمش الاناره. اذا متابعي قناة شوف تي في كنتو معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء، نوصل لكم فيه الحالة ديال الطريق ديال المدينة الرحمة. اذا الى هنا استودعكم الله والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.